طيب ماشي. الشابتر النهارده اسمه نون ميتاليك دنتشر بيز او اكريليك دنتشر بيز. يعني ايه بقى الكلام ده؟ اكريليك يعني ايه؟ ده نوع من البلاستيك، نوع من البوليمر اسمه اكريليك لازم، تمام؟ الدنتشر عباره عن ايه؟ بيبقى ارتفيشال تيث وممسوكه بايه؟ دنتشر بيز. خلاص؟ دنتشر بيز دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى ميتاليك او البوليمر بتاعه ده البلاستيك اللي هو اكريليك او كومبارن، تمام؟ اشهر نوع في الكمبليت دنتشر بنحب نعمل ايه؟ بنحب نعمل الاكريليك دنتشر بيز، تمام؟ هقول ستابس كده عشان نبقى متخيلين. انا جالي بيشنت كومبليتلي دنتشرز ما عندوش سنان خالص وعايزه اعمل له طقم، هعمل ايه؟ اول حاجه باخد له حاجه اسمها برايمري امبريشن. برايمري امبريشن ده باخده واصبه اطلع برايمري كوست. برايمري كوست اعمل عليه ايه؟ سبيشال تري، تمام؟ بعمل سبيشال تري من نوع ايه؟ اكريليك رازن برضو بس كيميكال كيور، تمام؟ طيب بعد ما عملت السبيشال تريد دي باخدها عشان اخد ايه؟ سكندري امبريشن اللي هو مور اكوريت، تمام؟ اخد السكندري امبريشن ده اصبه يطلع لي حاجه اسمها ايه؟ سكندري كوست او ماستر كوست. ماستر كوست ده بعمل عليه ايه بقى؟ ترايل دنتشر بيز بنفس النوع اللي هو اسمه ايه؟ اكريليك رازن بس كيميكال كيور، تمام؟ الترايل دنتشر بيز دي احط عليها اوكلوجن بلوك واعمل عليها سيتنج للسنان بالارتكيليتر والحاجات دي. انتوا عملتوا الحاجات دي في البروثيسيس صح؟ طيب في الاخر طلع لي الدنتشر عباره عن ايه؟ عباره عن كيميكال كيور اكريليك اللي هي اسمها ترايل دنتشر بيز، وعندي السنان والسيتنج بس في ايه؟ في واكس. هل ينفع ده دنتشر ادي للبيشنت؟ لا، انا عايزه احول كل ده بقى لدنتشر جامد كده كروس لينك بوليمر اللي هو الاكريليك اللي احنا هنتكلم عليه النهارده عشان البيشنت يلبسه ويفانكشن بيه، تمام؟ طيب هنتكلم عن ايه النهارده في السكشن؟ الكومبوزيشن. احنا هنتكلم عن نوع اسمه ايه؟ ثيرمالي كيورد اكريليك رازن. الكيميكال كيورد ده انا بعمل بيه سبيشال تري، بعمل بيه ترايل دنتشر بيز، بصلح بيه لو الدنتشر اتكسر، لكن ما ينفعش اعمل بيه كومبليت دنتشر، اوكي؟ فانا هتكلم اول حاجه على الكومبوزيشن بتاع الثيرمال كيور اكريليك رازن بيجي لي ازاي؟ الباودر بيتكون من ايه؟ الليكويد بيتكون من ايه؟ بعد كده الشابتر كله عباره عن ايه؟ مانيبيوليشن ستيب فيري ايزي بجد سهله قوي. ايه اللابوراتوري ستابس؟ وهنشرحها بالتفصيل وهنحاول نتخيلها مع بعض. في الاخر خالص هنتكلم على البروبرتيز وكمباريزن في الاخر بين الكيميكال والايه؟ والثيرم. نبتدي بقى السكشن. دلوقتي الثيرمال كيور اكريليك رازن بيجي بشكل باودر وليكويد. ليه طلع لي الشكل ده؟ ليه انا مش كله مونوميرز واخليهم يعملوا بوليمرايزيشن رياكشن ويديني بوليمر تشين اللي هو الدنتشر بتاعي؟ لان انا لو استخدمت بيور مونوميرز قلنا لو كل واحد فينا مونومر هيبقى فيه جابس كتيره قوي، لما اجي اعمل بوليمرايزيشن هيحصل شينكج ايه؟ جامد قوي. لكن لما ابتدي من الاول انا عندي بوليمر تشينز جاهزه وعندي حبه هم اللي بيور مونوميرز الجابس بتبقى اقل، وانا بربط جاست التشينز الجاهزه فالبوليمرايزيشن شينكج ايه؟ تبقى اقل بكتير. يبقى احنا في الاول جربنا نستخدم بيور ليكويد اللي هو البيور مونوميرز، لقينا ان الشينكج 21%، ده شينكج كبيره قوي، تلت الحاجه او ربع الحاجه بتكش. فقلنا لا، احنا هنعمل ريشيو من باور ليكويد وهنعمل الميكس ده عشان الشينكج تبقى ايه؟ 7%. وهنحاول كمان بطرق تانية نقلل ال 7%. ليه؟ لأن أنا من ضمن الـ ideal requirements، أنا مش بقول ideal requirements دي هتقولوها في أول chapter، أوكي؟ الـ ideal requirements إن أنا يبقى الحاجة إيه؟ dimensionally stable، dimensionally accurate. أنا أخدت مقاس الـ impression في بوق الـ patient، عايزة الـ denture يبقى نفس المقاس ما يبقاش ضيق عشان يعرف يلبسه، أوكي؟ فعملت ليه powder وليكويد أو عملت ليه combination كده عشان لو استخدمت الـ pure monomers. الحتة دي مهمة، pure monomers هيبقى الـ shrinkage كام؟ 21%، very huge shrinkage. عايزه اقللها. اقللها ازاي؟ ان انا اجيب باودر. يعني ايه باودر؟ يعني ريدي ميد بوليمر بارتكل. دي اصلا هي عباره عن بوليمر تشين، وهمسك البوليمر تشينز ببعض، ده يقلل لي الجابس ويقلل لي الشرينكج تبقى 7%. طيب ايه الكومبوننت بقى؟ الباودر بتاعي هو بوليمر، هيبقى اسمه بولي ميثايل ميثاكريليت، تمام؟ قصادها الليكويد هو ده المونومر، يبقى اسمه ايه؟ ميثايل ميثاكريليت بس. يبقى ده مونومر وده البوليمر. دي حاجه صعبه؟ طيب بحط معايا حاجات ثانيه؟ ديفنتلي بحط حاجات ثانيه. ايه بقى؟ اولا انا عشان البوليمرايزيشن تحصل لازم يبقى عندي حاجه اسمها انيشيتر. فاكرين الانيشيتر؟ طيب الانيشيتر ده بيعمل ايه؟ الانيشيتر ده كان دوره يعمل ايه؟
طلعني فري راديكال والفري راديكال تكسر لي الدبل بامب اللي في المونومر تعمله لي اكتيفيتد مونومر. يبقى الانيشيتر ده احطه مع المونومر ولا احطه مع البوليمر؟ احطه مع حاجه فيها دبل تشين. المونومرز دول هما اللي فيهم دبل بامب صح، فيكسرهم لي ويأكتيفيت المونومر ولا ما ينفعش احطه مع المونومر؟ ما ينفعش احطه مع المونومر. ليه؟ عشان لو حطيته مع المونومر ازازه المونومر دي مش هتبقى مونومر انيمور، هتبقى ايه؟ تبقى بوليمر. ليه؟ عشان اي اكسيدنتال هيت او لايت او كده الفري راديكلز هتطلع وتكسر لك الدبل بوند والمونومرز يمسكوا في بعض، يبقى انت كده ما بقتش ازازه مونومر، بقت ازازه ايه؟ بوليمر. فما ينفعش خالص احط الانيشيتر هنا. الانيشيتر لازم يتحط مع مين؟ مع الباودر. الانيشيتر اشهر انيشيتر بتاعنا اسمه ايه؟ بنزويل بيروكسيد. لازم هنا نحفظ الاسامي، يبقى بنزويل بيروكسيد. طب عندي حاجه اسمها انهبيتر. الانهبيتر ده كان دوره ايه؟ يمنع اي اكسيدنتال بوليمرايزيشن. هل في الباودر ليه لازم احط انهبيتر؟ الباودر ده اصلا بوليمر، هل انا هخاف انه يحصل بوليمرايزيشن؟ هو اصلا بوليمر، هو اصلا كله سنجل كوفالنت بوند، فانا مش هخاف ان هو يحصل له بوليمرايزيشن. مين اللي هخاف يحصل له بوليمرايزيشن؟ المونومرز. فيبقى لازم احط الانهبيتر في ازازه الليكويد. يبقى هنا انهبيتر، اشهر انهبيتر ايه؟ هيدروكين. خلاص، يبقى انا هنا في الباودر بوليميثايل ميثاكريليت ده البوليمر بارتيكلز بتاعتي، وبحط معاه بنزويل بيروكسيد ده الانيشيتر. في الليكويد لغايه دلوقتي انا عندي مونومرز اللي هي الميثايل ميثاكريليت ومعاها الانهبيتر اللي هو اسمه ايه؟ هيدروكين. عندي بقى حاجه اسمها بلاستيسايزرز. ايه البلاستيسايزرز دي؟ انت فاكرها؟ بلاستيسايزرز دي احنا قلنا التشينز بينها وبين بعض يبقى دايما فيها ايه؟ سكندري بوندز. دايما انا البوليمرز بتاعتي يبقى عندها او اتش جروب او هيدروجين جروب كده. فاكرين دايما لما كنا بنرسم السي سي دي بيبقى دايما فيها هيدروجين صح؟ فالهيدروجين الكتير ده دايما بيعمل ايه؟ تاندنج، ان هو يبقى فيه هيدروجين بوند. الهيدروجين بوندز دي ممكن تبقى في المونومرز عادي وممكن تبقى بتوين التشينز. فانا بحط بلاستيسايزرز. كان ايه دور البلاستيسايزرز؟ اللي هو يكونسيوم ويشيل لي ويفك لي الهيدروجين بوندز دي، فتبقى لوس تشينز او تبقى المونومر فري تو موف. ودي حاجة مهمة بالنسبة لي عشان لما اجي اعمل ميكسنج يبقى الانكوربوريشن بتاع المونومرز بتاعتي للباودر او للبوليمر يبقى سهل. فانا بحط البلاستيسايزرز في الاثنين. ايه دور البلاستيسايزر؟ تكونسيوم او تشيل الهيدروجين بوندز، فتخلي المونومرز فري وتخلي التشينز فري. تمام؟ طيب بحط كمان ايه في الباودر؟ بحط حبة تحابيش بقى بيجمنتس، ممكن احط artificial fibers كده to stimulate blood vessels، وبحط radio opacifiers. ايه بقى radio opacifiers دي؟ ليه انا ببقى دايما عايز الحاجه radio opaque؟ يعني ايه radio opaque؟ اشوفها في ايه؟ هتبان في ايه في الاكس راي؟ opaque يعني ايه؟ بيضه، هتبان بيضه في الاكس راي. ليه انا بقى عايز الدنتشر يبان ابيض في الاكس راي؟ طيب انا ده البيشنت عنده كومبليتلي ايدنتشرز، يعني ما عندوش سنان، هيحصل كيرز في الدنتشر؟ لا، هو الكيرز الاجابه غلط. احنا بنسال دايما السؤال ده عشان تجاوبوا السؤال. لا، هو مفيش كيرز، انا دلوقتي ما عنديش سنان. اكل ايه؟ ما هو مش هيبان كده كده. يعني انا الدنتشر انا مش فاهم حاجه في بقي البيشنت. بقي البيشنت خلاص ما بقاش فيه ولا بلب ولا سنان ولا اي حاجه، هو بون ريتش وخلاص. لا، انا ببقى عايز الدنتشر ليه يبقى ريدي اوبيك؟ عشان لو حصل فعلا اكسيدنت وفي حته اتكسرت والبيشنت بلعها او دخل في التراكيه او كده، لما اجي اعمل تشست اكس راي يبان لي هو بلع حاجه ولا لا. خلاص، يبقى الريدي اوباسيفايرز هنا عشان لو اكسيدنت واتكسر واتبلع ابقى بشوفه، لكن انا مش بشوف ولا اسنان ولا كيرز ولا ده اللي يهمني. خلاص، مش دنتال ابلاينسز يعني، ده دايما بتبقى جنب. طيب الليكويد بقى بتاعي بحط فيه ساعات حاجه اسمها كروس لينك. ايه بقى دور الكروس لينكينج يا جماعه؟ احنا هنا قلنا ان في سكندري بوند صح؟ كروس لينكينج ده يحول لك السكندري بوند يجوا ايه؟ برايمري بوند، ويخلي لك الحاجه فيري هارد. البوليمر البلاستيك بتاعك ده يبقى فيري هارد، فساعات لو انا عايزه الاند ريزلت بتاعي بوليمر يبقى فيري هارد احط كروس لينكينج. الكروس لينكينج لازم يتحط في الليكويد، ما يتحطش في ايه؟
في الباودر، لان انا لو حطيته مع الباودر خلاص انا مش هعرف اعمل ميكسنج، ده هيبقى التشينز اتربطت بكوفالنت بوند، صعب قوي وانا بعمل ميكسنج الانكوربريشن هيبقى صعب قوي بتاع مونومر. فانا بحط الكروس لينكينج فين؟ في الليكويد. في حاجه صعبه، ده اول سؤال ممكن يجي في الامتحان في التشابتر ده، ايه الكومبوزيشن بتاع الثيرمال كيورد اكريليك ريسين؟ هتقول لي ثيرمال كيورد بيجي باودر وليكويد. طب الاكتيفيتر يا جماعه عندي هنا ايه؟ انا دلوقتي قلت انيشيتر وانهبيتر وكده، الاكتيفيتر ايه؟ ثيرم يعني هيت، يعني ما بيتحطش في حاجه من دول. لكن لو انا بتكلم عن الكيميكال هنكون في اخر سكشن خالص، هيبقى فيه الاكتيفيتر اللي هو الكيميكال كومباوند. اوكي هحطه فين؟ هحطه ديفينتلي في الليكويد. ليه؟ ما ينفعش الاكتيفيتر والانيشيتر يبقوا مع بعض، وانا الانيشيتر اتفقت اللي انا حطيته في الباودر، يبقى لازم الاكتيفيتر يبقى في الليكويد. لكن هنا الاكتيفيتر هيت فما بحطوش اصلا. الاكتيفايزرز بحطهم عشان during mixing يبقى the incorporation effect، والcross linking عشان بعد الكيور يبقى polymer ده hard بحط عشان بنسبة معينة ما تبقاش الحاجة viscous قوي وانا مش عارف اعمل mixing، فلقيت انا عايز properties معينة. فالplasticizers تبقى نسبتها قليلة والcross linking هو اللي كتير فهي polymer hard. طيب في حاجة صعبة في اول حتة، ندخل بقى في الايه؟ manipulation steps. طيب ركزوا معايا عشان هشرح حته برده فيها تخيل. تخيل انا اتخيل مع بعض، انتوا شفتوا في البروتيسيس حاجه اسمها فلاسك؟ ايوه. ما شفتوش الفلاسك؟ طب احنا هنتخيل بقى. اوكي ركزوا معايا، الفلاسك ده برسمي المؤقت يعني بيبقى حله كده مقسومه نصين. اوكي ده كده للابر دنشن واللور دنشن بيبقى برضو بتاع كده ومقسوم ايه نصين. نتخيل بقى وركزوا معايا، انا معايا الكوست اللي هو الماستر كوست، عليه ايه؟ ترايل دنتشر بيز وعليه اوكلوجن بلوكس فيها سيتنج للسنان. تمام، هاخد كل ده احطه في اول يعني في اول حله بتاعتي دي الصغيره دي، هحطه واملاه حواليه كله جبس. اوكي يبقى انا كده الكومبارتمنت اللي تحت انا هعمل ابر دنتشر بس. اوكي فالكومبارتمنت اللي تحت انا حاطه فيها ايه؟ حاطه فيها الكاس ومليه كله جبس، والكاس ده فيه ايه؟ ترايل دنتشر بيز اوكلوجن بلوك فيها ساتن للسنان. تمام، الجبس ده بيغطي لغايه فين؟ بيغطي اخر الكاس، يعني الجبس ده ما بيلمس ولا ترايل دنتشر بيز ولا بيلمس الواكس والسنان. تمام كله متخيل الحته اللي تحت؟ الحته اللي فوق بقى هعمل فيها ايه؟ هملاها برده كلها جبس. تمام وهقفلها وهسخنها، لما اجي اسخن ايه اللي بيحصل؟ الجبس بينشف. تمام والكوست مش بيحصل له حاجه لان هو هارد. تمام السكندري كوست ده بيتعمل من ماتيريال فيري هارد. طيب الترايل دنتشر بيز اللي هي كيميكالي كيورد اكريليك ريزن بتحصل لها ايه؟ بتسوفتن شويه بوليمر وانا سخنته فوصلت شويه للتي جي بتاعته فبقى ايه؟ سوفت. طب والواكس؟ لا الواكس التي جي بتاعته قليله قوي فحصل ايه؟ ساح. طب والسنان؟ لا السنان دي بتبقى ثيرمال كيورد اكريليك ريزن فبتفضل زي ما هي، بس ايه خلاص عملت انترلوكينج او رشقت كده في الايه في في الجبس اللي فوق. تمام هفتح الفلاسك هلاقي ايه؟ لا لقيت الاوضه اللي فوق دي الحله اللي فوق السنان ماسكه فيها ايه؟ معشقه فيها كده، فانا شايفه الفيتنج سيرفيس اوف ذا سنان. تمام اوف تي. تمام الحته اللي تحت ما تتريقوش عليا، الحته اللي تحت انا شايفه ايه؟ واكس ساح، ترايل دنتشر بيز بقت صف كده فانا شلتها بايدي، والكاست ايه؟ ماسك في الايه؟ في الجبس اللي تحت. انا الحته اللي فوق فيها السنان فانا شايفه الفيتنج سيرفيس بتاع السنان، والحته اللي تحت فيها الكاست وبس. لو قفلتهم على بعض هلاقي حته فراغ ولا لا؟ طبعا هلاقي فراغ بتاع مين؟ بتاع الترايل دنتشر بيز اللي انا شلتها بايدي والواكس اللي ساح. كله متخيل؟ انا بقى الستبس اللي هشرحها دلوقتي، كل ده مش عليكم يا جماعه، كل ده عشان اتخيل. الستبس بتاعتي اللي انا عملت العجينه بتاعت الباودر والليكويد دي، طلعت لي عجينه الثيرمال كيور اكريليك ريزن، المفروض احطها في الفراغ ده واعمل لهم كيورنج. فلما افتح البلاس الاقي دنشر في ايدي، اكسر الجبس ده واطلع الدنشر. تمام؟ طب اول ستب دكتور احنا بنشوف الاسنان من تحت؟ نعم؟ لا مش سامعك. بنشوف الفيتنج سيرفيس بتاع السنان. يعني ايه فيتنج سيرفيس؟ يعني انا حاطه السنه اهي سنتر، انت
ما بتشوفش السايز الاكشن انت شايف السرفايفل بس ليه؟ لان السنان مسكت حطاها على الفص من تحت وهي مسكت في الجبس اللي فوق فانا شايفه بس الفيتنج سايز اللي تحت. تمام؟ طيب اول ستيب في المانيبيوليشن انا جبت الباودر والليكويد اخد قد ايه باودر واخد قد ايه ليكويد اسمها ايه؟ بروبورشننج. يبقى اول ستيب البروبورشننج. البروبورشننج بتاعتي لازم تحفظ ان في البروبورشننج انا النسبه بتاعتي 3 to 1 باي فوليوم يعني 3 باودر تو 1 ليكويد. النسبه دي لازم تحفظها كويس جدا 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 او 2.5 ل 1 باي ويت. خلونا في 3 to 1 باي فوليوم دي. طيب لو انا غيرت الريشيو دي هيحصل لي مشاكل؟ اه هيحصل لي مشاكل. نمسك اول مشكله المفروض تبقوا عارفينها، لو انا قللت الباودر وزودت الليكويد هيحصل لي ايه؟ انا زودت ليكويد يعني زودت 3 مونومرز وقللت البوليمر تشينز اللي عندي هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي ايه؟ شرينكج هتزيد. يعني انا عامله النسبه اللي هي 3 to 1 عشان تقلل لي من 21% تبقى 7%. طب لو انا غيرت الريشيو دي خليتها 2 to 1 فانا كده ايه؟ مش هبقى في 7 هبقى ايه؟ 14 مثلا او 13% شرينكج. ليه؟ لان انا زودت 3 مونومرز زودت جاكس زودت ايه؟ شرينكج اكتر. تمام؟ يبقى لو انا قللت عن ده هيحصل لك حاجه اسمها شرينكج بورازيتي. كلمه بورازيتي دي كي ورد قوي في الاكريليك ده. طب لو انا زودت خليته 4 to 1 زودت باودر زودت بوليمر وقللت المونومر هيحصل لي ايه؟ الميكسنج هيبقى وحش هيبقى محبب مش هيحصل لي جود واتنج فيحصل لي ايه المحبب دي اسمها ايه بالانجلش؟ جرانيولر بورازيت. تاني ستيب عملت الريشيو مظبوط وخدت 3 to 1 هعمل ايه؟ هبتدي اعمل ميكسنج. الميكسنج يا جماعه السؤال اللي بيجي في الميكسنج حاجتين. اول سؤال بيقول لك ايه اللابوراتوري ستيجز اوف البوليمر؟ لابوراتوري ستيجز اللي هي الميكسنج ستيجز اللي هي عباره عن ايه؟ اول حاجه انا ببقى مرمل كده انا لسه بارتكل وببله صح؟ بليكويد ببقى اسمي ايه؟ ساندي. ساندي يعني ايه؟ جاي من ساند يعني مرمل لسه البارتكلز خشنه وواضحه. بعد شويه يبتدي السيرفيس يدوب فالسيرفيس لما يدوب ويمسك في سيرفيس ثانيه تبتدي تعمل ايه؟ زي ستيكي كده او ايه؟ شعر فاسمها سترينجي. تمام؟ ستيكي او سترينجي. طيب بعد كده الستيج اللي بعديها لا انا بقلب كويس وبعمل ميكسنج كويس الاقيه ابتدى يعمل لي ايه؟ هوموجينس ماس فاسمها الدو ستيج ودي اهم ستيج عندنا الدو ستيج. طيب بعد كده طب انا الدو عجبتني وقعدت العب فيها بايدي كده وافعص فيها هلاقيها تتحول بقت رابر زي الكاوتش كده بقت ناشفه شويه. طب سبتها على البنش ونسيتها تبقى ايه؟ حجره تبقى هارد. اوكي؟ دي ستيجز اسمها لابوراتوري ستيجز بتاعت مين؟ بتاعت الاكريليك ريزن. طب ايه الكيميكال ستيجز؟ ركزوا بقى عشان السؤال ده لو جبناها لكم هيبقى تريكي. فيزيكال رياكشنز او اللابوراتوري ستيجز اللي هو الميكسنج اللي انا بقوله ده. ده رياكشن بين الليكويد بتاعي دخل في البارتكلز ولا ما دخلش. لكن الكيميكال رياكشن اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الاديشن بوليمرايزيشن. ايه الكيميكال رياكشن بقى؟ ايه الكيميكال ستابس؟ اول حاجه كانت اندكشن اللي هي اكتيفيشن وانيشيشن. بعد كده propagation وبعد كده termination. يبقى لما يجي لك يقول لك ايه laboratory stages او physical stages هتقوله اللي مكتوب لك في الكتاب. طب لو سألك سؤال رخم شوية ويقول لك ايه chemical stages او chemical steps اكتب بتوع الترم اللي فات غلطان. اوكي؟ اللي هو ال induction activation و initiation واللي هو propagation and termination. تمام؟ طيب ايه تاني سؤال مهم بقى في الحتة دي؟ الاندكشن دي فيها تو ستيبس مين اللي بيسال؟ اه الاندكشن دي تو ستيبس انيشيشن اكتيفيشن وبعد كده انيشيشن اكتيفيشن وبعد كده انيشيشن بعد كده بروباجيشن تاني ستيج بعد كده اخر حاجه ترمينيشن. اه هو ساعات بيجيبوك في النظري اكتب اللابراتوري ستيج ساعات بيرخم عليك واكتب الفيزيكال اند كيميكال ستيج هنكتب الفيزيكال ستيج اللي هي ايه؟ ساندي سترينجي لو روبري اند فورد. تمام؟ بعد كده تقول له بقى اللي هو اندكشن كونفجيشن اند كونفجيشن. بيجي مينلي انيميريتر. انيميريتر.
لا انا قلتها 5 مرات يا جماعه. طيب ممكن تركزوا عشان ده سؤال بقى بيجي اسي فعلا، ركزوا عشان الحته دي اهم حاجه في السكشن. قولوا يوسف دي بتيجي امبريك. اللي انا بقوله بقى اللي انا هقوله دلوقتي ده سؤال مهم. ايه فاكتورز افكتنج الدو فورمينج تايم؟ يعني الدو دي هوصل لها بسرعه ولا هوصل لها ببطء؟ ازيد اكنه وركينج تايم اند سيتنج تايم. تمام. طيب السؤال ده فيري فيري امبورتنت، في 6 فاكتورز لو نسيتوا اي فاكتور بتنقص. اوكي انا هشرح وهحفظكم الفاكتورز دلوقتي كلها بتقول ان الوركينج تايم هيبقى قليل، يعني انا هوصل للدو ستيج بسرعه. اوكي في حاجتين لما بيقلوا يقللوا لي الدو فورمينج تايم. ايه الحاجتين لما بيقلوا؟ السايز بتاع الباودر والمولكيولر ويت، يعني التشين بتاعت الباودر دي تبقى ايه حجمها صغير. الحاجتين دول يخلوا لي المونومر يبيل البارتكلز، لان السيرفيس اريا كل ما بتصغر كل ما السيرفيس اريا بتزيد كل ما الرياكشن ايه تزيد، فيبقى اوصل للدو ستيج سليم. طب لو انا مولكيولر ويت قليل صغير، يعني انا حجمي صغير، فالمونومر يقدر يوصل لي برده بسرعه فيبقى الرياكشن سريعه فتبقى ايه الدو فورمينج تايم قصير. اوكي يبقى دي الحاجتين لما بيقلوا بيقللوا لي التايم سايز اند مولكيولر ويت، الحاجتين دول ليهم علاقه بمين؟ بالباودر. تمام. طيب الاربع حاجات الباقيين، في حاجتين معروفين ولوجيك جدا. تمبرتشر احنا عارفين كل ما التمبرتشر بتزيد الرياكتيفيتي تزيد والرياكشن تبقى سريعه فاوصل للايه؟ للدو فورمينج تايم بسرعه. اوكي؟ تاني حاجه لو انا حطيت حاجه اسمها او سوري لا نخلي الاول اللي هو باودر ليكويد ريشيو. ايه الباودر ليكويد ريشيو؟ بديهي لو حاطه باودر كتير وليكويد قليل العجينه هتنشف مني بسرعه فهتوصل للدو ستيج بسرعه. يبقى الاربع حاجات لغايه دلوقتي عشان ما تنسوش سايز ومولكيولر ويت دول يقلوا فيقللوا لي ايه التايم او يسرعوا لي الرياكشن. بعد كده تمبريتشر تزيد تسرع لي الرياكشن، باودر يزيد يخلي لي الرياكشن برده سريعه وتنشف بسرعه. اوكي ناقص لي حاجتين، الحاجتين بلاستيسايزرز. انا اصلا حاطه من الاول بلاستيسايزرز عشان تسهل لي ايه الميكسنج، عشان تشيل لي اي هيدروجين بوند وتوسع لي كده المساحات عشان ايه المونومر او الليكويد بتاعي يخترق البوليمر تشينز ويبللها بسرعه فالرياكشن تبقى سريعه. فالبلاستيسايزرز كل ما بزودها كل ما ايه بسرع الرياكشن وايه الدو فورمينج تايم يقل. اخر حاجه اخر حاجه الكوبوليمر. يعني ايه كوبوليمر؟ يعني ايه كوبوليمر؟ يعني انا مستخدمه مور ذان وان مونومر. انا المونومر الاساسي بتاعي اسمه ايه؟ ميثايل ميثاكريليت. انا هحط ايه مونومر مختلف، المونومر المختلف ده ممكن احطه يبطئ لي الرياكشن او يسرعه. فالكوبوليمر ده بقى على مزاجي. كوبوليمر ده ممكن يبقى كروس لينكينج فيبطئ لي الرياكشن، او يبقى بلاستيسايزرز فيبقى انا زودت بلاستيسايزر يسرع لي الرياكشن من غير ما تلخبطوا نفسكم. الاكزامبل المكتوب في الكتاب للكوبوليمر هو ايثايل اكريليت. اوكي الايثايل اكريليت ده اكسلريتر للرياكشن، فعشان كده احنا هنحفظ ان كله انا زودت كوبوليمر او زودت بلاستيسايزرز الاثنين هيسرعوا لي الرياكشن، يعني هيقللوا لي الدو فورمينج تايم. تمام. لكن لمعلوماتكم لا انا الكوبوليمرايزيشن دي انا بعملها مزاجي تايلر ميد. تايلر ميد يعني انا بفنن انا عايز البوليمر بتاعتي او الرياكشن تبقى شكلها ازاي، فانا ممكن احط حاجات ريتاردر او تبطئ لي او تزود لي الوركينج تايم. بس الاكزامبل المكتوب عندكم في الكتاب هو اكسلريتر، فاحنا هنحطه ضمن الحاجات اللي لما بزودها بتسرع لي الرياكشن وبتقلل لي التايم. هنسمع الستة فاكتورز عشان ده سؤال هيجي. اوكي اول تو فاكتورز سايز ومولكيولر ويت، دول لما بيقلوا بيقللوا لي التايم. تمام. بعد كده الاربعه اثنين بديهيين بتوع اي كيميكال رياكشن اللي هم مين ومين؟ تمبرتشر وباودر ريشيو. تمام. دول لما بيزيدوا يقللوا لي التايم. اخر اثنين مع بعض برضه بلاستيسايزرز والكو بوليمرايزيشن. تمام. برضه دول لما بيزيدوا يقللوا لي التايم. طيب ثالث حاجه اسمها مولد لايننج، والسؤال ده بيجي في البراكتيكال وهيجي لكم. ايه بقى المولد لايننج ده؟ انا دلوقتي وصلت للدو ستيج وهي دي ستيج اللي انا ايه عايزه اعمل فيها باكينج واحط في الفلاسك. قبل ما تحط تعمل باكينج في الفلاسك لازم تعمل حاجه اسمها سيبريتنج ميديوم، تحط المولد لايننج. انا بحط المولد لايننج ليه؟
اكتبوها عشان دي مش مكتوبه لكم في الكتاب. الفانكشن اوف مولد لايننج. طب ركزوا معايا قبل ما تكتبوا. انا بحط المولد لايننج فين؟ انا قلت الكومبارتمنت الحله اللي تحت فيها ايه؟ فيها الكوست وجيفز صح؟ يبقى هدهنها كلها بالمولد لايننج، بحط عليها كلها سيباريتنج ميديا، اغرقها كلها بسيباريتنج ميديا. طب الكومبارتمنت اللي فوق فيها مين؟ جيفز والفيتنج سيرفيس اوف ذا سنان. يبقى انا هغطيها كلها بمولد لايننج او بسيباريتنج ميديا ما عدا مين؟ ما عدا الفيتنج سيرفيس بتاع السنان. ليه؟ لان انا عايزه الدو بتاعتي تمسك في السنان، انا عايزه الدنتشر يمسك لي في السنان، انا مش عايزه الدنتشر ولا يلزق في الجبس ولا يلزق في الكاست، لكن عايزه الدنتشر يبقى ماسك السنان تعشق فيه. اوكي، يبقى نيفر ايفر تحط مولد لايننج او سيباريتنج ميديم على ايه؟ على الفيتنج سيرفيس او التيث. تمام. طيب بحطه ليه بقى الفانكشن؟ اكتبه ورايا اوكي، عشان انا هقولها ثلاث مرات عقبال ما تكتبوها. اوكي، اول فانكشن for easily separation of the plus compartment. انا ليه بحط اصلا separating medium؟ عشان انا عايزه اجي افتح الكاس بطلع منه الحاجات دي. for easily separation of the plus compartment، بس separation عشان تبقى فاكر ان دي اول function. فاول حاجه اول function عشان separate الحاجات عن بعض. تاني function، انا الجبس ده يا جماعه بطلته بميه، هو مليان residual water وجواه water كتيره قوي. فلما اجي احط الدوستيج بتاعتي اللي هي الالكانيك، ده نوع جديد، هيبقى الاوزموزز مختلف، فبيحفز ان الووتر دي تحصل لها ايه؟ ديفيوجن من الجبس تروح للالكانيك. انا مش عايزه يحصل كده، لان الووتر لو دخلت في الالكانيك تعمل لك ايه؟ الووتر في ايه؟ انهبيتر للبوليمرايزيشن. فانا مش عايزه ووتر تمشي من الجبس تروح لايه؟ للبوليمر بتاعي الالكانيك كلاس. يبقى تاني فانكشن اللي هتكتبوها prevent الووتر ان هي تروح من الجبس للاكواريوم، والعكس صحيح، انا عايزه prevent الفري مونومر اللي في الدوستيج بتاعتي ان هي يحصل لها ديفيوجن للجبس. يبقى تاني 3 فانكشن سهلين: separation اول واحده for easily separation of the plus compartment، تاني واحده تاني واحده prevent الووتر تروح من الجبس للأكريليك. Prevent الووتر to diffuse من الجبس للأكريليك. تالت واحدة prevent الفري مونومر إن هو يديفيوز من الأكريليك للجبس. ده يحصل ليه برضه؟ عشان الأزموزز مختلف وعشان الجبس بورس. فممكن يمتص عادي المونومرز اللي طالعة. مونومرز دي هايلي فولاتايل. آخر واحدة؟ آخر واحدة. prevent الفري مونومرز ان هي تفيوز من الاكريليك، المونومرز دي فين؟ في الدول في الاكريليك للجبس. العكس الطرفين. نعم. عكس الطرفين يعني. اه. انا مش عايزه اي اختلاط بينهم وبين بعض، الدوستيج دي انا عايزاها تحصل لها كيورنج سيف من غير ما تدخل لها ميه ولا يخرج منها المونومر. لو خرج منها المونومر يا جماعه هيعمل ايه؟ يعمل بوروزيتي. ما انا المونومرز دي لو خرجت وراحت للجبسم بقى عندي مونومرز قلت، فبقى عندي شرينكج اكتر، بقى عندي بوروزيتي اكتر. اوكي؟ طيب السؤال ده بيجي براكتيك. تمام؟ رابع حاجه تاكينج. كلام كتير بس سهل قوي يا جماعه بجد، هو تافه يعني لما تيجوا تذاكروها هيبقى سهل. تاكينج، في الباكينج هحفظ كلمتين. انا بعمل اوفر باكينج يعني بحط عجينه بزياده. اوكي؟ وده تاني سبب بيقلل لك ايه؟ البوليمرايزيشن شرينكج. يبقى انا البوليمرايزيشن شرينكج لغايه دلوقتي قللتها بحاجتين، اللي انا عملت ريشيو باودر تو ليكويد، وتاني حاجه اللي انا عملت اوفر باكينج. تالت حاجه اللي انا بعمل اوفر بريشر. يبقى انا الفلاسك ده انا بملاه عجينه كبيره قوي وبضغطه وبقفله بحاجه جامده قوي تعمل اوفر بريشر. الحاجتين دول يقللوا لك البوليمرايزيشن شرينكج عشان بيشيلوا اي فويد وبيكربسوا المونومرز مع بعض، فبيقللوا لك نسبه الريزيدز والمونومرز في الاخر، فكل المونومرز تخش في الرياكشن فيقلل لك ايه؟ البوليمرايزيشن شرينكج في الاخر. يبقى انا في الباكينج بحفظ كلمتين اوفر باكينج واوفر بريشر. وبعمل باكينج امتى يا جماعه؟ في الدو ستيج. نيفر ايفر تعمل بدري ولا متاخر. اوكي؟ هنعرفها في الكروت. طيب بعد كده عملت باكينج هعمل ايه؟ كيورنج.
الكيورين برضو عندي 2 سايكلز. شورت سايكل يعني ايه شورت سايكل؟ يعني الوقت مش طويل، تاخد 4 ساعات، ساعتين عند درجة، لازم احفظ التمبريتشر ها، عند درجة حرارة 72، بعد كده احطها ساعتين كمان عند درجة حرارة 100 ديجري. تمام؟ كلنا عارفين ان البولاريزيشن رياكشن دي از ان اكسوثيرميك رياكشن، يعني بتطلع حراره. اوكي، بتطلع حراره قد ايه؟ 25 ديجري. يبقى انا التوتال اماونت اوف تمبريتشر اللي انا وصلت لها في الشورت سايكل هي ايه؟ 125، صح؟ المفروض ابرد للروم تمبريتشر اللي هي درجه حراره الروم تمبريتشر اللي هي ايه؟ 25. فبيبقى في جريت ميس ماتش، وده العيب بتاع الشورت سايكل. ركزوا معايا، ايه العيب بتاع الشورت سايكل؟ اه هو وفر لي في الوقت، بس بقى فيه جريت ميس ماتش في التمبريتشر. فحصل ايه؟ حصل لي انترنال ستريسز. فاول لما بطلع الطقم بيبقى عنده ريليف للانترنال ستريسز، فممكن يحصل له حاجه اسمها ووركج. يعني ايه ووركج؟ يبعجر كده. يبقى انا عامله فلانجز مظبوطه الاقيها اتعودت مني. ده بسبب ايه؟ بسبب الجريت ميس ماتش في التمبريتشر، وانا اتسرعت وطلعته من الفلاسك، فحصل له ايه؟ ريليف اوف ذا انترنال ستريسز، فعمل لي ووركج. اتغلب عن الحكايه دي ازاي؟ اللي انا بسيبه يبرد بالراحه جدا، ففي الاخر السايكل بتطول برضه. انا سبته 4-5 ساعات بقى يبرد، وانا اصلا عامله له كيورنج في 4 ساعات، ففي الاند اب هتبقى ايه؟ 10 ساعات برضه في الاخر. اوكي، طب اللونج سايكل بقى؟ لا، اللونج سايكل انا بفضل 16 ساعه عند حراره 70، فانا 70 لل 25 اصلا ببقى ايه؟ ما عنديش internal stresses. ليه ما عنديش internal stresses؟ ازيف انا عملت annealing. انا لان انا مسخنة عند temperature مش عالية قوي ومدة طويلة جدا، فكل ما يبقى فيه accumulation stresses بتريليف الستريسز، الحرارة دي بتريليف الستريسز، فما عنديش accumulation للinternal stresses، وما عنديش حتة اللي انا اخاف ان هو يحصل له ايه؟ warpage. يبقى عيب long cycle اللي هي time consuming، عيب short cycle اللي هي ايه؟ في ability ان يحصل warpage للايه؟ للدنشر. تمام؟ بعد كده بعمل حاجه اسمها deflasking. deflasking يعني ايه؟ يعني انا فتحت خلاص الفلاسك وعايزه اطلع الدنشر، اعمل ايه؟ بكسر الجبس يا جماعه، ودايما الجبس ده حاجه بريتل قوي، فبخبطه معينه كده بيتكسر، وبحافظ ايه؟ ان انا ما البسش خالص الدنشر والسنان، عايزه احافظ عليه. بعد كده اعمل finishing and polish. الماتيريال 2 ماشي خلاص. بعد كده اعمل فينيشنج اند بولشنج. بعمل فينيشنج اند بولشنج بحاجات ستريت هاند بيس كده، ولازم تبقى اندر ووتر عشان ما اعملش اي اكسسيف هيت او ما اعملش اي ستريسز ايه على الدنش. تمام خلاص. في حد عايز يسال حاجات دول؟ نعم. السنان لزقت في الجبس فوق. اه اه هي ايه ازاي؟ السنان مسكت؟ اه ميكانيكال انترلوكينج عادي. ما انا ما كنتش حاطه سيبريتنج ميديم بين السنان والجبس، فانا الجبس كان طري. اوكي، الجبس انا حطاه فيس طري ماي ماي. اوكي، ورشقته وقفلت الاثنين على بعض، فحطيتهم يسخنوا، الجبس نشف، فنشف عمل انترلوكينج على السنان. انا عجينه الدو ستيج؟ لا، انا دي ستاب ثانيه، دي نقلت على الستاب. انا خلاص السنان رشقت وحطيت بقى المولد لايننج وحطيت كل، عملت الستابس الاولانيه دي، بعد كده حطيت الدو ستيج. ايه سؤالك بقى؟ مش متخيله ايه؟ ما هو هي محتاجه تخيل، فالحاجات دي مش هتعمليها في حياتك يعني عامه. الدو ستيج انت سؤالك ايه؟ طيب اسالي سؤال ثاني. انا لا، بيطلع اكسس طبعا. ما انا بعمل اوفر باكينج، بعمل اوفر بريشر، طبعا في اكسس هيطلع، بس بشيل الاكسس وانا لسه طري. ادخل بقى اعمل كيورنج. الكيورنج بيتعمل بايه؟ بحراره. حطيته بقى في ووتر باث درجه حرارته 70 او 100، قبل انا شغال شورت سايكل ولا ايه ولا لونج سايكل. لما احطه في الحراره، انا السنان دي اكريليك اوكي، والدو ستيج دي اكريليك، بيعملوا كيميكال رياكشن، فالسنان بتعشق في الدو وتنشف، تنشف على شكل المولد لاينر بتاعي، شكل الكاس. اوكي، نعم. اللي انا حطيت الموتور بتاعتي حرارتها 100،
وانا اصلا اكشن بعمل رياكشن، انا بطلع حراره الاكيوميشن اوف الهيت بقى عندي 100 من بره و25 انا بطلعه بسبب الاكشن سيرفنج. التوتال اماونت هي 125. هتعمل سؤال تاني؟ طيب اخر حاجه البروبرتيز. البروبرتيز يا جماعه هنمشيها كده مع بعض واحده واحده، عايزك تحكوا، عايزه حد في بروبرتيز مهمه بتيجي اسيد، وفي بروبرتيز مش مهمه. اوكي، اول بروبرتي مش مهمه المولكيولر ويت. طبعا كل ما المولكيولر ويت يزيد كل ده يديني هارد وسترونج بولر. تمام. طيب تاني بروبرتي الريزيديوال مونومر. الريزيديوال مونومر ديفينتلي حاجه وحشه. ليه حاجه وحشه؟ انا مونومر لوحدي فانا ضعيف، انا ده الويك بوينت. طيب وقلنا اي بوليمرايزيشن رياكشن طبيعي ان في النص يتوه مني ويبقى فيه ايه؟ ريزيديوال مونومرز. البرسنتج بتاعتها قد ايه في الثيرمال كيورد اكريليك؟ 0.2 ل 0.5. دي برسنتج قليله جدا، وبقللها بالاوفر باكينج والاوفر بريشر والحاجات دي بتقل قوي، بتبقى 0.2 دي حاجه لا تذكر. بس بيقول لك لو هي برسنتج واضحه هتعمل لك مشكلتين. اول مشكله ان هي ويك بوينت، يعني هتاكت از بلاستي سايزر، يعني بتويكن الدنتشر. تاني مشكله ان انا لابس الدنتشر ده طول الوقت، والبونرز دي حاجه هاي فولاتايل بتخرج تروح للتيشرز، تعمل كافيتي ريتيشن للتيشرز. اوكي، عشان البونرز دي تبقى فولاتايل. بس لو برسنتج قليله هيتودع في اول كام يوم وبعد كده هيتشرب. اوكي، طيب ده الريزيديوال مونومر برده مش بيجي قاسي قوي، بس ممكن ايه تتسالوا فيه في البراكتيكال. البوروزيتي يا جماعه لازم هتتسالوا فيه، مفيش مقر ما يجيش سؤال فاين. اوكي، البوروزيتي في تيبل صورتوه في اللكتشر، سلايدز نزلوها على الجروب عشان كل الناس لازم تذاكر السلايد ده، عشان ده اللي هتكتبوه في الامتحان. هما كلمتين على كل بوروزيتي، فيري ايزي. تمام، انا عندي 3 تايبس اوف بوروزيتي. هو القلم مش بيكتب قوي، انا هقولها بالكلام كده. اوكي، 3 تايبس اوف بوروزيتي. اول نوع اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ لا انا هقولها بالترتيب بتاعي. اسمه جازيس بوروزيتي. يعني ايه جازيس بوروزيتي؟ جازيس يعني انا سخنت، وبسبب السخونه دي او بسبب التمبرتشر حصل لي ايه؟ جاز اتكون وعمل لي فويد في الاخر. تمام، الجازيس بوروزيتي انا بحفظ فيها حاجتين، كوزز وسايد. الكوزز اتنين، اول حاجه بويلنج اوف ذا مونومر. وازاي يحصل لي بويلنج اوف ذا مونومر؟ لو انا من الاول رحت عملت الفلاسك ده حطيته عشان يحصل له كيورنج في 100 ديجري على طول، او في 80 ديجري. 80 ديجري ده بلس 25، انا عديت ال 100.8 دي المونومر بويلنج بوينت، ودي البوينت دي لو وصلت لها وانا لسه بيور مونومر انا كده ببخر المونومرز، فيحصل لي ايه؟ جازيس بوروزيتي. يبقى الدنتشر جوه مليان ايه؟ مليان فراغات. ليه بقى؟ لان انا الجازز مش عارفه تطلع، مش عارفه اتحبست جوه، لان انا اول سيرفيس حصل له بوليمرايزيشن فبقى هارد، بقى سكين هارد، فانا كل الجازز اللي جوه مش عارفه تطلع فعملت لي بويدز انترنال. تمام، يبقى اول سبب هو بويلنج اوف ذا مونومر. ده يحصل امتى؟ لو انا من الاول عملت كيورنج وعايز انجز بسرعه، وعملت كيورنج في 100 ديجري او في 80 ديجري اعلى من 70 ديجري، ده يعمل لك على طول بويلنج اوف ذا مونومر. تمام، فعشان كده ايفن في الشورت سايكل انا بقعد ساعتين في التمبرتشر اللي هي ثابته. ليه؟ عشان يبقى كل المونومرز بقت خلاص بوليمر، تستحمل تمبرتشر عاليه شويه ما ينفعش بويلنج. تمام، لكن لو انا عملت بروسيدر غلط في الكيورنج وسخنت على طول ل 100 ديجري، بقى كده ايه؟ وش الدنتشر ده هيبقى مليان جاز سبراف. تاني حاجه بوليمرايزيشن شينكج، ركزوا معايا بقى في البوليمرايزيشن شينكج عشان دي محتاجه تخيل برضه. دلوقتي انا حاطط التيست بتاعتي او الدو ستيج بتاعتي واخر الفلاسك. اوكي، والفلاسك ده متغرق في ميه سخنه. تمام، فالسخونه دي من افري يعني من كل السيرفيس صح؟ بس اول لاير هتوصل لها السخونه هي ايه؟ اللاير اللي بره حوالين داير كده. اوكي، دول هينشفوا. لما ينشفوا او يعملوا بوليمرايزيشن، يحصل لهم بوليمرايزيشن، هيكشوا، هيبقى لسه جوه فيه حاجات ايه؟ طريه، تعوض الشرينكج. اللاير اللي بعد كده تنشف، اوكي، يوصل لها الحراره وتحصل لها كيورنج، تنشف، يبقى لسه جوه في حاجات طريه تعوض البوليمرايزيشن شرينكج. كل لاير بتعوض البوليمرايزيشن شرينكج بتاعت اللي قبليها. اوصل تو ذا ديبست بوينت للسنتر، لما هيحصل لها بوليمرايزيشن رياكشن، بوليمرايزيشن شرينكج، ما تلاقيش حاجه تعوضها، تعملي بويت في النص بالظبط. اوكي؟ حتى متخيلين؟ هتكتبوها بوليمرايزيشن شرينكج. اوكي؟ طيب او بوليمرايزيشن رياكشن ايه؟
بصوا الشرح المفروض تشرحوه لما يكون نوع واحد من الباراسيتي وقال لكم كده اتكلموا عليه، بس غالبا احنا بنتكلم بنقول لكم باراسيتي بس، تكتبوا التيبل تو ذا بول ماشي. بالظبط كده. فانا كده اول تايم اللي هو الجازيس قلت تو كوز، بويلنج اوف ذا مونومر وبولمرايزيشن شينكج او بولمرايزيشن رياكشن. تمام. طيب بتبقى موجوده فين؟ قال لك بقى الجازيس بروسيس مش هتحصل غير في ثيك بورشنز، عشان الاقي حته في ايه؟ في النص تحصل لها جازيس بروسيس، يبقى عمرها ما تحصل في الثين سيرفيس ابدا. اوكي؟ طب ايه الحتت الحتت التخينه زي ايه؟ زي الفلانج اللي عند التيبروسيس اخر حته في الدنشر، دي بتبقى اتخن حته، هي دي اكتر حته اشوف فيها حصل فيها جازيس بروسيس ولا لا، يبقى في السنتر اوف ذا ثيك بورشنز. طيب تاني نوع من البروسيس اسمه ايه؟ contraction او shrinkage porosity. ال contraction او shrinkage porosity ليها ثلاث اسباب. اول سبب انتم المفروض تبقوا عارفين، انا قلته في ال proportion ايه؟ ايه اللي هيحصل contraction او shrinkage porosity؟ لو انا زودت المونومر، زودت الليكويد، بوظت الريشيو بتاع 3 to 1 خليتها اقل من كده، تمام؟ يحصل لك ايه؟ shrinkage porosity. يبقى اول حاجه excess ايه؟ مونومر. تاني حاجه ما عملتش قصدي اوفر باكينج، فانا حطيت الدو حجمها صغير، فما عملتش ولا اوفر باكينج ولا اوفر بريشر، الحاجتين دول يقللوا يزودوا لك البروزيتي ويقللوا ويعملوا لك شركج او كونتراكشن بروزيتي. ليه؟ لان انت البويت سايبها زي ما هي، انت مش عامل اوفر بريشر، ما حطيتش عجينه كتير تملاها كل البويت كل الفراغات، اوكي؟ هتعمل لك كونتراكشن بروزيتي. يبقى ايه الثلاث اسباب؟ اكسس مونومر، ما عملتش اوفر بريشر، ما عملتش اوفر باكينج. يعني لك كل دول contraction او shrinkage porosity بيبقوا موجودين في surface of the thin portions او thin layers. تمام؟ طيب اخر نوع، اخر نوع اسمه ايه؟ granular porosity. برضه في واحده ليها علاقه بالايه؟ بالproportion. قلنا لو زودنا الباودر لو خليناها 4 to 1 هيحصل لك granular porosity. ايه السبب الثاني بقى؟ عملت packing مش في الجرو ستيج، عملته امتى؟ بدري شويه، عملته في الساندي او في الستيكي، مش انا قلت لكم الساندي والستيكي انا لسه ببقى محببه، ده بقى جرانيولر، ففي الاخر يطلع لي الايه؟ سيرفيس اوف ذا دنتشر مليان حاجه اسمها جرانيولر بروزيتي، ده برضه بيحصل فين؟ في السيرفيس اوف ذا ثين ليجر، تمام؟ او ثين بورشنز، تمام؟ في حاجه صعبه في البروزيتي، فيري امبورتنت كويشن. طيب ايه البروبرتي اللي بعد كده؟ الفريزنج دي هنذاكرها من كتاب الترم الاولاني وبتيجي في الامتحان اسي، اتس امبورتنت، بتيجي اسي عشان دكتور نادي بيبقى عايز يشوف انتوا ذاكرتوا ولا لا. نعيد الكريزنج بسرعه، الكريزنج برضو فيها كلمتين، ايه الكريزنج دي عباره عن ايه؟ كريزنج ماينوت كراكس في البولر، صح؟ طيب بتيجي بسبب ايه؟ الكوزز حاجتين، يا ميكانيكال يا سولفنت، صح؟ الميكانيكال كان حاجتين repeated drying and wetting، اللي انا بقلع انا طول النهار الطقم ده في بقي فيه متعرض لصلايفا واسيبه ونسيته على الكوميدينو وانا نايم بالليل، فعمال ايه؟ يحصل له water absorption طول ما هو بقي، ويحصل له water loss طول ما هو ايه؟ بره. الحكايه دي تعمل لك cracks في الدنشر. تاني سبب ميكانيكال، لا ميكانيكال قلنا اللي فيه different coefficient. لو انا حطيت سنان بورسلين مع اكريليك دنتشر بيز، قلنا لازم نحط اكريليك تيس مع اكريليك دنتشر بيز عشان يبقوا نفس الكيميكال ستراكشر، فيبقى ليهم نفس الكوفيشنت، مفيش حاجه ايه؟ تكسباند اكتر من الثانيه، اوكي؟ لكن لو حطيت بورسلين تيس هيحصل ايه؟ كريزنج، والاقي البورسلين تيس في الاخر وقعت من الدنتشر بسبب الكريزنج والكراكس. دول الحاجتين الميكانيكال، الحاجتين الكيميكال او السولفنت بقى اللي انا غسلته بايه؟ الكحول، لا كلور ده بتاع الميتاليك، اوكي؟ البوليمر بغسله بالكحول، قلنا الالكحول ده حاجه بتدوب الكوفيلين بوند فتعمل لك ماينوت كراكس في الايه؟ في الدنشر بتاعي. تاني حاجه معلش اكتبوها معايا عشان دي مش مكتوبه لكم في الترم الاولاني ودي بنحب نسالها، اللي انا لو الدنشر وقع مني واتكسر انا هعمل له ريبير، هعمل له ريبير بايه؟ بكيميكال كيور اكريليك ريزن، فانا بحط مونومر اصلا ليكويد، فالليكويد مونومر ده اساسي هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك كريزنج، فانت بتصلح الدنشر وانت عارف ان انت بتصرحه لمده مؤقته لغايه لما تعمل نيو دنتشر، فدي حاجه بتبقى ايه؟
التمبرري. ليه؟ لان انا عارف وانا بعمل الكيميكال كيور اكريليك ريزن انا حاطط فري مونوميرز، الفري مونوميرز دي هتعمل لك ايه؟ كريزنج، فهو معرض ان هو يتكسر بسهوله جدا. بس ده بيبقى حاجه تمبرري عشان احنا ستابس الكومبليت دنشر بتاخد وقت، فانا عايزه بس اصبر البيشنت اقول له قضي نفسك بالدنشر ده لغايه ما اعمل لك دنشر جديد، تمام؟ يبقى انا هزود تاني حاجه في الكيميكال سولفنت اللي هو ايه؟ ريبير بالكيميكال اكريليك ريزن. تاني حاجه تعمل لك كريزنج في السولفنت اللي هو ريبير اوف ذا دنشر بالكيميكال اكريليك ريزن، كيميكال كيور اكريليك ريزن. طيب الووتر ازوربشن، ووتر ازوربشن برضو مهمه شويه. يبقى انا كده قلت البارازيتي مهم والكريزنج مهم، دول بييجوا اسهل. ووتر ازوربشن شويه برضو ممكن تيجي. الووتر ازوربشن يا جماعه اي بوليميريك ماتيريال بتحب المايه، تمام؟ في بين التشينز في فراغات بتحب المايه، عايزه يحصل ووتر ازوربشن مرتين immediately after لما انا شلته من الفلاسك لازم انقعه في مايه. ليه؟ عشان المايه اللي هيشربها دي هتعوض لك كل الثيرمال كونتراكشن. يبقى كل الثيرمال كونتراكشن اللي حصلت بتتعوض امتى؟ لما احطه immediately after processing او after curing في مايه. طيب طول بقى وانا في السيرفيس بقى during function بقى وانا بلبسه في بقي بيحصل بيعوض لي بقيه 4 او 5% من البوليمرايزيشن شرينكج، يبقى 2%. اوكي؟ يبقى during service وانا لما ببقى لابسه في بقي وبعد كده بحطه في كوبايه ميه طول ما انا ببريزرف ات during service بيبقى total amount of water absorption 2%. تبقى 2% دي بتعوض شويه ايه؟ polymerization shrinkage اللي حصلت. خلاص؟ يبقى اول واحده immediately دي بتعوض ايه؟ thermal contraction اوكي؟ او thermal shrinkage. بسرعه شويه. طيب ايه الـ immediate دي بتعالج لي، يعني انا دلوقتي عملت water absorption حصل لي expansion، الـ expansion ده بيعالج لي ايه؟ الـ thermal contraction، تمام؟ ده بسبب الـ curing الـ thermal. الـ service دي الـ water absorption ده بت expand قد ايه؟ 2%، الـ 2% دي بتساعدني اللي هي ايه؟ تتغلب عن polarization shrinkage اللي كده كده حصل، اوكي؟ طيب solubility مش هقول فيها برضو حاجة، solubility كل ما curing كان حلو وكل ما solubility كانت قليلة. الثيرمال برضو انتوا عارفينها، الثيرمال properties برضو مش بتيجي، انا عندي high thermal coefficient عشان ده poly وعندي conductivity دي وحشة، عشان كده انا في complete denture اللي معمولة من الacrylic بيبقى دايما البيشنت ايه؟ ما عندوش psychological health وما عندوش biostimulation. ليه؟ لان البوليميريك ماتيريال is bad conductor of heat، تمام؟ طيب الفراكتشر عليكم بس تعرفوا ان انا في الدنشر دي دايما العواجيز هما اللي بيلبسوها فبتقع منهم كتير قوي، فلازم ازود حاجه اسمها الامبكت جانك اوف ذا دنشر، بزوده بحاجه اسمها بيوتايل استرين رابر، هتلاقوها في الموديفيكيشن في اخر الشابتر خالص عشان الحته دي مش هقولها لكم، بس هتلاقوها. يبقى جنب الامبكت انا بزود الامبكت استرينس ازاي؟ بحاجه اسمها بيوتايل سيرين رابر، زي ما خدات كده رابر وكاشن بتمتص الصدمه فتزود لك حاجه اسمها امباكت سترينث اوف ذا دنشر، تمام؟ هتلاقوها مكتوبه في اخر الشابتر. بيوتايل بي يو تي واي ال سيرين اس تي واي ار اي ان او رابر ار يو بي بي اي ار، تمام؟ هتلاقوها مكتوبه في الموديفيكيشن how to تعمل high stress high impact strength tension. طيب ركزوا معايا بقى في الدايمنشنال اكيورسي. دايمنشنال اكيورسي انا عندي حاجات بتعمل لي shrinkage وحاجات بتعمل لي expansion. ايه الحاجات اللي بتعمل لي shrinkage؟ polymerization reaction بتعمل لي shrinkage. ايه كمان؟ الثيرمال كولينج، مش انا بعمل كولينج يبقى ده بيحصل معاه كونتراكشن. طب ايه الحاجات اللي بتعمل لي اكسبانشن؟ ووتر ازوربشن عمال ابص ميه بتعمل لي اكسبانشن، والهيتنج بقى وانا بعمل كيورنج انا عمال اسخن فده بيعمل لي اكسبانشن، صح؟ الحاجات دي
كلها بتعمل لي دايمنشنال او بتاثر في الدايمنشنال اكيرسي. تمام، هتلاقوا كمان معاكوا حاجتين كده ملهاش علاقه قوي او حاجه، يبقى كولينج قلناها، بولمرايزيشن كيكت قلناها، ثيرمال اكسبانشن قلناها، مولد اكسبانشن نوت بروبر ماشي. هو باقي الرينج كاباسيتي والكالكيوليشن لا انا بشوف بس في الاكيرسي عشان لو قريتوا الكتاب هتتلخبطوا شويه. بصوا اول واحده دي عشان هتتخضوا وانتوا مش فاهمينها. ايه اول واحده دي بتقول ايه؟ اللي انا دلوقتي لما اجيب العجينه واعمل لها proper packing يعني بلبسها كويس قوي، ده بيساعدني ان ما يحصلهاش ايه؟ shrinkage porosity وبتقلل الفويد وكده. طب لو انا ما عملتش packing عدل، اولا هيبقى فيه فويد كتيره قوي، وانا بسخن هت expand كتير قوي، وانا ببرد هت ايه؟ هت contract كتير قوي. اوكي؟ فال improper packing ده بيعمل لك برده dimensional inaccuracy. تمام؟ طيب راديو باسيتي مش هقول فيها حاجه، انا قلتها لكم في الاول، انا بحط هادي ماتز عشان ايه؟ لو اتبلع او حصل اكسيدنت اشوفها في الاكس راي وما بتجيش دي اسي. ايه؟ لا شويه يعني تعرفوها معايا، مش عارفه يجي اسي ولا لا. بصوا اللي بيجي اسي يا جماعه فورازيتي وتيز. اوكي؟ ووتر ريزوربشن والاكيرسي اقل اهميه، الباقيين ما بيجوش اسي. تمام؟ طيب اخر حاجه بقى، لا ما تقوليهاش احفظيها بقى. طيب اخر حاجه يا جماعه كومباريزن بسيطه بين الكيميكال كيورز والثيرمال كيورز، للاخر كده مين هيبقى احسن يا جماعه؟ الثيرمال كيور هو ده اللي بعمل فيه الفاينل دنشر اللي بديه للبيشنت. اوكي؟ طيب اول اختلاف في الكومبوزيشن، اللي انا ده بيبقى ثيرمالي اكتيفيتد لكن ده كيميكالي اكتيفيتد، فالكيميكال كومباوند بيتحط في الليكويد. تمام؟ طيب تاني بوينت، مين السترينث احسن؟ ثيرمال كيورد عنده هاير سترينث ذان الكيميكال كيورد. طيب مين البوروزيتي اقل؟ ثيرمال كيورد عنده لو بوروزيتي عن الكيميكال كيورد. مين الكولر ستابيليتي احسن والاثاتيك احسن؟ ثيرمال كيور احسن من الكيميكال كيور. مين الريولوجيكال بروبرتي دي اللي ممكن تبقى جديده عليكم؟ يعني ايه الريولوجيكال بروبرتي؟ يعني مين ياخد لي شكل الفاين ديتيلز بتاعت الدنشر ويقفل كويس؟ الثيرمال كيور. الكيميكال كيور العجينه بتاعته بتبقى بيست شويه، ما تاخدش شكل المولدز حلو قوي. تمام؟ ايه تاني في البوينتس اوف كومباريزن؟ اكيد كولر ستابيليتي قلتها، ريولوجيكال سترينث قلتها، بوروزيتي خلاص. اوكي دي الكومباريزن، بوينت اوف كومباريزن كله سهم حلو قوي في البتاع، كله ده هنا ايه وحش قوي. طيب بستخدم الكيميكال كيور في ايه؟ في حاجتين، ريبير وايه؟ وترايل دنتشر بيز وسبيشال تريز، دول الحاجتين اللي انا بستخدمه فيهم. اوكي دول بقى سيلف ليرنينج يا جماعه، الحاجات دي انا مش هقعد اشرح فيها، اللي انا بقى طلعت مايكروويف بال ده كلام هوكس ما بيتسقطش في الصراحه. اوكي ايه اللي هو انت طلعت دنتشر بس انا عملت حاجه اسمها فلويد دنتشر الديسكفتي بتاعته اقل شويه، طلعت دنتشر دي اسامي يعني مش ده ايه مش